طيب تعالوا بقى نعمل الشوربة. علشان نعمل شوربة البروكلي عندنا هنا بروكلي، عايزين تسلقوه نص سلقة قبل ما تبدأوا، أوكي. عايزين تستخدموه ني، ماشي، مفيش مشكلة، اللي يريحكم. عايزين تستبدلوه بأرنبيط أو تدخلوا معاه أرنبيط، ممكن جدا طبعا. زبدة، زيت زيتون، بصل مفروم، ثوم مفروم، دقيق، مرقة أو مية، مرقة دجاج أو لحمة براحتكم، تكونوا عاملينها في البيت زي اللي احنا عملناها مع بعض، ماشي الحال، أو تكون شوربة سلقتوا فيها حاجة وصفتوها وشلتوها، أوكي برضو. بروكلي، جزر مبشور، ورق لورا، جوزة الطيب، ملح وفلفل، ونص كوباية ونص من الجبنة الكريمي أو القشطة أو الكريمة، كله هيمشي يعني مفيش مشكلة. هحط بقى معلقة زيت الزيتون هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، معاها معلقة الزبدة، البصل المبشور، الثوم المبشور، الملح، الفلفل الأسود، اللورة، جوزة الطيب، المرقة، البروكلي، الجزر، معلقة الدقيق اللي هتقل لي الصوص الشوربة، أنا آسفة، مية سخنة، تقليبة، محتاجة شوية مية كمان، هسيبها تغلي غلوتين وبعدين اضربها، وبعد ما اضربها انزل عليها الجبنه او الكريمه. غلينا الشوربه لحد ما استوت سوا كامل، وضربناها بالهاند بلندر، ضربناها في الكبه، ضربناها في الخلاط، ورجعناها الحله اللي يريحكم خالص. بعدين هاخد الجبنه هطفي على النار، هطفي خالص على الشوربه، هحط الجبنه او القشطه او الكريمه، وبعدين هضرب ضربة كمان وهقدم. نحط على وشه شوية أو يعني وحدتين من البروكلي ووحدتين من الجزر أهو، وننقي بقى وحدات كده بروكلي تكون صغنونة عشان إيه ما تنزلش جوه الشوربة.